بعد التألق اللي حصل مع محمد أبو جبل طبعا في الأمم الأفريقية أو في كأس الأمم الأفريقية، بدأت أندية كتير جدا تتكلم عليه. يا سيدي بدأت أندية كتير جدا تتكلم عليه، وده الخبر الأول معانا. وهقول لكم هل النادي الأهلي فعلا دخل في مفاوضات مع اللاعب ولا ما دخلش في المفاوضات. الحاجة التانية والغريبة يا سيدي إن مستر كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني طلب الرحيل من جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بدون التمسك بالشرط الجزائي اللي هو طبعا مبلغ مهول، ولكن طبعا الاتحاد المصري رفض تماما. بعد الاشتراك في قناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده علشان يظهر لكل الناس، احب اقول لك ان في ناس كتير جدا كانت مش مقتنعه بكيروش على الاطلاق في بدايه المشوار، ولكن بعد الكام مباراه اللي طبعا حصلوا في الاول من كاس الامم الافريقيه، ناس كتير جدا قالت لك الراجل ده لازم يمشي. ايوه يا عم الراجل ده لازم يمشي. طب هيمشي ليه يا عم؟ قال لك يا عم حتى اداؤه مش كويس، تفكيره مش كويس، الفكر بتاعه والتكتيك بتاعه ونزول لعيبه المفروض انها ما تنزلش، وانه قعد لعيبه على الدكه المفروض انها ما تقعدش على الدكه، ده كله غلط في غلط، فاحنا مش عايزين اللاعب ده. وبداوا يهاجموا في مين؟ في الناس اللي اتعاقدت مع كيروش وقالوا لك ايه التخلف ده وشويه نصابين في بعض وكلام كتير جدا. دلوقتي الموضوع اختلف شويه، بعد الكام مباراه اللي هم حصلوا في الاخر دول بدات الناس تختلف شويه، بعد طبعا المغرب وكوتيفوار والكاميرون وطبعا مباراه السنغال ايضا الناس تفكيرها اختلف وقال لك لا كيروش ده حد كويس وحد دماغه حلوه وفضل يسوح في الناس وكل الناس وكل واحد براي وكل واحد بطريقه. دلوقتي يا سيدي جزء من الناس ينقسم اللي هو عايز المدرب ده، وجزء اخر من الناس يقول لك لا احنا مش عايزين المدرب ده. ولكن اللي حصل دلوقتي بالفعل زي ما قلت لك، والكلام ده اللي قاله مين؟ اللي قاله الاعلامي احمد شوبير حارس الاهلي ومنتخب مصر السابق ومذيع اون تايم سبورتس الحالي. قال لك ان كيروش طلب من جمال علام، قال له يا سيدي انا عايز امشي خلاص بعد الخساره من السنغال، شايف ان هو الراجل ما عملش اللي عليه، ما اداش اللي المفروض يعمله، فطلب ايه؟ الرحيل. رد عليه مين؟ رد عليه يا سيدي جمال علام كده والاتحاد المصري بشكل عام، قال له لا مش هتمشي. القصه في انه كان يمشي دلوقتي انت عارف كانت ايه؟ كانت الشرط الجزائي، يعني هو كان الشرط الجزائي بتاعه قد ايه؟ الشرط الجزائي بتاعه كان 135,000 يورو دي اللي بياخده في الشهر، احسب بقى في سنه ونص ده الشرط الجزائي، يعني سنه ونص الراتب بتاعه في 135,000 يورو، فطبعا هيديك مبلغ كبير جدا جدا جدا، فده اللي خلى الناس كانت تتضايق جدا. ولكن دلوقتي الراجل قال لك انا مش عايز يا سيدي الشرط الجزائي بس همشي خلاص ما دامت الناس مش عايزاني، وطبعا رفض الاتحاد المصري لكره القدم. انت ايه رايك في الكلام ده؟ اكتب رايك في التعليقات، عايز كيروش ولا مش عايز كيروش؟ اما عن محمد ابو جبل كده علشان ما اغلش معاكم كتير، محمد ابو جبل طبعا حارس المنتخب المصري اولا لازم نقول حاجه زي كده، وحارس نادي الزمالك بعد التالق اللي حصل معاه في كاس الامم الافريقيه جاله اكتر من عرض. ايوه يا عم جاله اكتر من عرض. طب النادي الاهلي وهو ده اهم شيء الناس اللي في مصر عايزه تعرف او مشجعين النادي الاهلي عايزين يعرفوه، برضه اللي قال الكلام ده حارس مصر والنادي الاهلي السابق ومذيع اون تايم سبورتس احمد شوبير، علشان الناس بس اللي بتقول المصدر وكلام كتير جدا كده انا بسمعه الايام دي، انا مش عارف بصراحه يعني انا شخصيا ايه مصلحتي ان انا اكذب، فانا مش عارف بس هوضح لك الكلام على الاخر. برضه قال لك ان النادي الاهلي ما دخلش في مفاوضات اصلا مع مين؟ مع محمد ابو جبل، وكده كده محمد ابو جبل الراجل هيجدد عقده مع الزمالك، وده مؤشرات بتقول كده. على الجانب الاخر ايضا مؤشرات ثانيه بتقول لك ان هو كده كده مش هيجدد مع نادي الزمالك، وفاجئهم خالص قال لهم ان هو هياجل الموضوع ده شويه. غير كده ان في جزء من الناس يقول لك لا ده هو عايز 54 مليون جنيه وده موضوع صعب جدا، كلام كتير جدا ما فيش حاجه حقيقيه فيه. واي جديد طبعا هتلاقوه هنا على قناتي او هنزله على صفحتي على الفيسبوك. ولكن النادي الاهلي دخل في مفاوضات، النادي الاهلي ما دخلش في مفاوضات، النادي الاهلي عايز محمد ابو جبل، لا شك في انه عايز حد زي محمد ابو جبل، لا شك في ان بعد اللي حصل في بطوله كاس العالم للانديه وعلي لطفي وغياب محمد الشناوي كان مأثر ازاي، وكلنا لاحظنا حاجه زي كده، ما يقولكش عايز مش عايز حارس جديد، لا ده عايز حارس وحارس يكون كمان بديل لمحمد الشناوي، يعني في حاله غياب محمد الشناوي الحارس ده يكون موجود ويكون صخره كمان في المستطيل الاخضر. دي القصه باختصار. ولكن النادي الاهلي يا جماعه ما تفاوضش، والا ممكن عشان برضه اكون صريح اكتر يكون تفاوض بس من تحت لتحت، يعني احنا في حد اسمه امير توفيق ده مدير التعاقدات بالنادي الاهلي. الراجل ده يا جماعه باختصار كده اللي مش فاهم حاجه زي كده يبقى ما بيفهمش كوره اصلا. الراجل ده قال لك ايه بقى؟ الراجل ده بيعمل ايه؟ بيبقى متعاقد مع اللاعب ويقول لك ما فيش مفاوضات على الاطلاق، بيبقى متكلم مع اللاعب ومخلص معاه كل حاجه ومع النادي بتاعه وعلى الفلوس وكل حاجه، ويقول لك لا ما فيش اي مفاوضات بالنسبه لنا احنا وبالنسبه لي اللاعب. فما تعرفش الحقيقه فين، ولكن ده الكلام اللي خرج من احمد شوبير، قال لك ان مفيش مفاوضات بالنسبه لمين؟ لمحمد ابو جبل والنادي الاهلي. ده كان الفيديو باختصار. لو عجبك الفيديو طبعا هتعمل لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.